الكيك التفاح من الحاجات الحلوه. احنا تعودنا على الابل باي وتعودنا على ان احنا نعمل تارت بالتفاح. خلينا بقى ندخل في لما يبقى في عندك تفاحه شويه تفاح مش حاساه قوي ينفع يتاكل، ممكن قوي ناخده نبشره او نعمله بيوري، نسلقه نص سلقه في عصير ليمون وتاتش كده من الفانيلا، وبعدين ناخده نهرسه وندخله جوه خليط الكيك، هيبقى حلو قوي الكيك طعمها حلو. عايزين بقى تطعموا الكيك دي اكتر وتبينوا طعمها، يبقى هنحط شويه عين جمل ورشه قرفه للي بيحبها، وما تحطوش كتير حتى لو مش بتحبوها بس تدي نكهه كده جميله. هنقول المقادير بتاعتنا. بسم الله. الكيك اللطيفه دي بتاعت التفاح والقرفه عندي 3 كوبايات من الدقيق وكوبايه من اللبن، يبقى 3 كوبايات من الدقيق، كوبايه من اللبن، وعندي كوباية سكر، أربع كوباية زيت، وأربع بيضات، ومعلقتين من البيكنج باودر صغيرين يعني معلقة كبيرة، فانيليا، ولخليط التفاح، تفاح مبشور، مكعبين زبدة، أنا عايزة الطاسة يا حمادة، مكعبين زبدة ومعلقتين عسل أبيض وقرفة. يبقى أنا هفصل الخليط ده، مش هحطه جوه وهو ني، أنا عايزة أديله تشويحة كده على النار واروح منزلاه في وسط خليط الكيك، هيدي طعم احلى، التفاح طعمه هيبرز اكتر، لو في تاني هات لي واحده كمان يبقى افضل. هحط هنا الطاسه تسخن شويه، بسم الله، وهاخد مكعبين الزبده. اول خطوه خالص هبداها قبل خليط الكيك، هشوح معايا الخليط الخاص بالحشو اللي هو ده التفاح، وادي العسل والزبده، هخليهم هنا في جنب، وانا اصريت احط عسل مش سكر، وده احسن علشان بس ايه لو في ناس كمان مرضى سكر، انا مش ممكن استغنى تماما عن السكر الكوبايه اللي انا احطها جوه خليط الكيك واكتفي بالعسل اللي انا احطه مع الخليط ده، واكتفي بالسكر الموجود جوه الفاكهه، علشان لو حابه تاخد قطعه تاخد قطعه، لكن ما يبقاش نسبه السكر في سكر وفي عسل، مش الاثنين حاجه واحده بس، وانا افضل ليهم العسل. طيب هاخد كده الاول الزبده هنا، بسم الله الرحمن الرحيم كده، وبعدين هنزل التفاح، ودلوقتي هنجيب تاني حتى لو حصل فيه تغيير اهو، وهاخد معلقتين عسل، هما معلقتين كبار مليانين بالفعل، خلاص عشان بس حضرتك تبقوا عارفين. هات يا دودو، ده هيدوب، عايزين ما تحسوش بطعم التفاح خالص جوه، يعني اعملوه مسلوق نص سلقه ويتهرس يبقى بيوري بس عادي، ده هيبقى روعه وهيدوب برده جوه الكيك، خلاص. وهاجي بقى هنا مع العسل والزبده والخليط ده، هروح حاطه القرفه اهي، رشه بسيطه من القرفه ورشه جنزبيل، ادعم بقى شويه كده ايه الحاجات الحلوه دي، وهشوح كده تشويحه حلوه كده. طبعا الميه بتاعت ثمره الفاكهه نفسها اللي بتنزل دلوقتي هتتشرب تماما وهتطرى تماما وهتبقى حلوه، وانا مش عايزه اسويها كلها على النار، ليه؟ دي نص سوا، واخد النص التاني جوه الفرن لما هتدخل مع الكيك، انا مش عايزه ابقى فقدت قيمته، فانا هرفع دلوقتي بقى خلاص. بصوا داب ازاي وهو مبشور بيدوب على طول ما بياخدش وقت اهو، هرفع بقى بعد اذنكم البان دي، وهاجي هنا اسيبها تهدى شويه، وهاخد الاربع بيضات، بسم الله الرحمن الرحيم، وعندي مع البيض السكر، ممكن نحط نص كوبايه بس، وهبدا معاهم الفانيليا كده، نص معلقه صغيره لان هي فيها قرفه وفيها تفاح فمش هتحتاج تحسوا بزفاره ولا حاجه، هضرب الاول كده، بسم الله. وبعدين وانا بضرب انا بنزل الزيت شويه شويه. اوكي. كده تمام، بصوا زي المستحلب كده اهو. اوكي يا حبايبي. وبعدين بحب احط اللبن الاول. هاجي للبيكنج باودر، احط هنا على الدقيق،
كده انا ما كترتش القرفه وما حطيتش جوه خليط الكيك او جوه خليط الدقيق قرفه. هكسر بس العين الجمل بايدي كده شويه حلوين. تمام كده كده. الحاجات المهمه جدا موضوع العين الجمل ده زي اللوز يعني مفيد جدا. اوكي وهبدا مع رشه ملح بسيط قوي لنسبه تعادل نسبه السكر اللي احنا حطيناه. هقلب بقى كده تقليبه ويبقى منها المكسرات دي دخلت جوه الدقيق واتبطنت. وبعدين هبدا اضيفه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. القالب الدهن بالزبده واتبطن بالدقيق. وهبدا اخد كده علشان يبقى تمام. وانا بقى في المرحله دي بس يبقى خليط حلو هروح ضايفه في الاخر الخليط اللي احنا عملناه من التفاح. والعسل ورشة القرفة ورشة الجنزبيل ومعلقة الزبدة. خليني بقى اخد سباتيولا اهو. بسم الله كده. مش قادر اقول لكم بقى على جمال الكيك دي وريحتها تجيب اخر الدنيا فعلا يعني. اوكي عايزين تخفوا نسبة الزيت اللي احنا حطيناها. انا حطيت نص كوباية زيت على فكرة يعني هي خدت نص كوباية زيت وخدت مكعبين الزبدة اللي هم يعادلوا برضو ربع كوباية. بسم الله هنزل بقى الخليط هنا. القالب يدهن كويس حتى الجزء اللي في النص ده. ومعانا بقى الفرن 180 على الشبكة في النص. وهنشوف البطاطس هتاخد حوالي من 35 ل 45 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن. خلاص أنا بقى عايزة بس الجزء اللي هو هنا ما سيبوش حرقش على القالب ويبقى بيضايقني في النظافة. أهو حبة دول كده وخلاص دول هينزلوا. هاخده بقى زي ما هي كده هدخلها الفرن على الشبكة في النص. بص بقى بص على البطاطس خلاص تمام. خليني اطلعها لانه هي خلاص. لا اهي. اوكي يا حبايبي اهو حاضر. حطها تحت وندخل دي فوق عشان بس ما تتعبش. لكن البطاطس ينفع تبقى تحت. هي خلاص بقى لها 5 دقايق بالظبط عشان تاخد لون من كل النواحي. اوكي